الشوط الأول، ونجح في ترجمة أفضليته إلى نتيجة قبل نهاية دقائق الشوط الأول بدقيقتين على أثر تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة تقدم لها المدافع يونس الشيباني، عانقت شباك الجيش المغربي الذي أكمل بقية الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد خروج لاعبه عصام الراقي بالبطاقة الحمراء، لينتهي الشوط الأول بهدف واحد دون مقابل لمصلحة الاتحاد. ورقة حمراء، هذا اللاعب تحصل على ورقة صفراء، والورقة الحمراء لمن؟ 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 ورقة حمراء، ورقة حمراء يا ابن العشرين. وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد الاستفادة من النقص العددي الذي طرأ على الجيش المغربي، وتمكن بعد مرور 15 دقيقة لعب من تعزيز تفوقه بإضافة هدف الفوز الثاني عن طريق هدافه سالم مرواني على أثر تسديدة خادع بها حارس الجيش المغربي لتستقر داخل الشباك. وبعد هذا الهدف سعى الجيش المغربي من جديد لتبديل الفارق، حيث قام بعدة محاولات نحو مرمى الاتحاد لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى مفتاح غزالة، لينجح الاتحاد في الخروج بفوز ثمين هو الثاني له، رافعا رصيده من النقاط إلى 7 نقاط ليبقى في المركز الثاني خلف النجم الساحلي المتصدر، ويخطو بذلك خطوة كبيرة نحو التأهل للمربع الذهبي. هذه هي المرة الثالثة التي يأتي فيها للجماهيرية، المرة الأولى كانت أمام الأهلي بطرابلس.